قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، على صيغة الجمع، وفي رواية: فهو أحد الكاذبين على صيغة المثنى. ولذا قال بعض العلماء: لا يجوز لأحد أن يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف صحته، فإذا كان يعلم بصحته سواء كان عن طريق البحث أو عن طريق تصحيح أو تحسين إمام في هذا الفن فيجوز له. وأما أن يقول هذا الحديث وهو لا يعلم هذا الحديث ما درجته ما صحته، فإنه يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من ثم فإن ما يفعله بعض الوعاظ أو بعض الخطباء من ذكر أحاديث لا تعزى إلى مصادرها ولم يتحقق من درجتها فإنهم على خطر، أرادوا أن يحسنوا لكنهم أساءوا من حيث لا يشعرون.